فكرة الموقع جت ازاي؟ تأسست ازاي؟ بص، هو يعني قبل موقع فرصنا احنا كنا ابتدينا من 8 سنين بفكرة ان احنا كنا شايفين، انا وكان زملائي كنا شايفين ان في مشكلة في التوظيف في مصر. كان لسه ساعتها الانترنت والبنتريشن اللي هو عدد مستخدمين الانترنت في مصر كان في 2009 مش زي النهاردة. كان في صعوبة للناس خريجين الجامعات ان هم يلاقوا شغل بسهولة، وانا كنت منهم. فكنا ابتدينا في 2009 عن طريق ان احنا كان عندنا الفكره ان احنا نعمل موقع اونلاين بيساعد خريجين الجامعات على الوظائف. وكنا اخذنا حتى دخلنا مسابقه بسميها بزنس بلان كومبيتيشن، او يعني مسابقه خطه الاعمال كانت تبع وزاره الاتصالات. واخذنا يعني دعم ساعتها ان احنا نبتدي الشركه. وابتدينا في الشركه وقعدنا نطور في اول موقع عملناه، بس كان الموقع الاولاني كان وظف دوت كوم، وده كان بيستهدف خريجين الجامعات. ده الكلام ده في 2009. ده في 2000 يعني ابتدينا في 2009 الشركه، بس طلعناه في 2010 و11 اشتغل. وده كان بيستهدف خريجين الجامعات التعليم العالي، والموقع كان كله بالانجليزي، بيستهدف فئه معينه من خريجين الجامعات مطلوبين في الشركات المالتي ناشونال والشركات اللي محتاجه اللغه الانجليزيه قويه. فضلنا شغالين في الموقع لفتره معينه لغايه ما اكتشفنا ان الفئه اللي احنا بنستهدفها ديت خريجين جامعات التعليم العالي جزء يعني قليل من سوق العمل كله اللي في مصر اللي موجود. واكتشفنا ان احنا يعني كميه الشركات كانت بتجي لنا محتاجين عماله فنيه للمصانع او تعليم متوسط. اكتشفنا عدد اكبر بكتير من اللي احنا كنا شغالين فيه. فعلشان كده فكرنا ان احنا يعني نطلق موقع فرصنا اللي ابتديناه تقريبا من 3 سنين، وده بيستهدف بقيه سوق العمل كله، من اول تعليم متوسط لغايه تعليم الفني، ولغايه حتى لو واحد ما بيعرفش يقرا ويكتب ممكن برضه نساعده يدور على شغل. جميل جدا.